لفيت ولا على لف، احد. وانا قاعد اكملها، ان ما لفيت في ادرع ولا الامور هذه كلها. ومساله الجنسيه، وان كان هذا الموضوع حق سيادي للدوله وما ابي اخوض في هذا الامر، لكن لا من حق لكن بدر، نادر. من حق بدر يشوف مصلحته ومستقبله، وهذا شيء ما يعيبه. والبحرين والكويت واحد، بدر. انا بس برد على هذه الجزئيه، اول شيء ما برد عليه على اللي قاله، ما عليه، لانه يعني هو ختمها انه والله عشان الجمهور، هو مضايق انه يمكن عباله ان انا قاعد اقول كذي عشان الجمهور، وانا وضحت مساء. انا برد على جزئيه يعني الجنسيه. انا يعني دائما انا اقتدي طبعا بقدوتي الملك حمد بن عيسى، دائما يكرر بان الكويت والبحرين عائله واحده. فانا أشك في هذا الأمر. انا ما رحت يعني بعيد، انا رحت حق يعني مكان هو مني وفيني ومنكم وفيكم. اكيد انا دائما اكرر كلمات يعني قائدي، ما قال هذا الكلام الا ولا ابعاد كبيره لازم احنا اللي نترجمها على ارض الواقع، وهذا يعني وهذا دوري. وانا اعتز اني كويتي ويعني اني بحريني خليجي. واني سعودي واني قطري واني يعني اماراتي وعماني. واني عماني، ويجب ان احنا كلنا انا 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 بصراحه مستغرب شلون 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 هو يتطرح يعني هذا الموضوع. ما في خليجي اصلا المفروض انه يتطرح. اخر زيارات المفروض لو هو يعني مدرك، وانا اتمنى ان انا مقسو عليه على يعني سالفه يعني مدرك، انا ادري مدرك، لو هو كان مركز على اخر زيارات بين حكامنا راح يعرف ان احنا دائما قاعد ننشد على الوحده الخليجيه. كنا وما زلنا وسنبقى. بن حيدر يقول ونعمل هداف.